لقي 7 أشخاص مصارعهم بينما تم إنقاذ 64 آخرين عندما غرق قارب يقل مهاجرين في بحيرة وانا تركية في شرق البلاد. وأشارت السلطات التركية إلى أن القارب غرق بعدما انقلب لدى اقترابه من السواحل الشمالية للبحيرة. والبحيرة قريبة من الحدود مع إيران، وعادة ما يعبر منها المهاجرون إلى تركيا في طريقهم صوب أوروبا.